الجنة تطلب من من؟ جنة إجبوك يدي خاصتني؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى. إجبار رب العالمين يدي خاصتني. وكذلك الرزق. رزق جيسا. لا يطلب إلا من الله. رب العالمين بيشتري بطك هاتيناي خاصتني. الله سبحانه وتعالى قال. رب العالمين اللي جاء. فابتغوا عند الله الرزق، يعني عند لا تطلب الرزق إلا من الله. رب العالمين اللي جاء الرزق إجبار رب العالمين بطك هاتي بيشتري نغازة. فلا يمكن أن يطلب الرزق من التجار، من العلماء، من الأمراء، من الملوك، من السلاطين، من الرؤساء. سويج أم رزق جي توك هسي نغازن أم ناج أميرا نا حاكما ندا باتجا أم جو رب العالمين بيشتر رزقي خوبا توك هسي نغازن.